لا غنى للفنان عن الثقافة والقراءة، لكن بعض المشاهير يعشقون اقتناء الكتب. تعرف على 10 مشاهير من أكبر هواة اقتناء الكتب في العالم. كارل لاجرفيلد، 300,000 كتاب. بتضم مكتبة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد 300,000 كتاب، من بينها كتب باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية. ولاستيعاب هذا الكم الكبير من المجلدات، صمم لاجرفيلد مكتبته بشكل أفقي وليس رأسي، مع وجود ممر يسمح بالوصول إلى الرفوف العليا. جورج لوكاس، 27,000 كتاب. في عام 1978 أسس المخرج الأمريكي مكتبة لوكاس فيلم للأبحاث في لوس أنجلوس، وتم نقلها بعد ذلك لمنزله، بالإضافة إلى 27,000 كتاب بتضم المكتبة 17,000 فيلم ودوريات صحفية ومطبوعات وصور. جاي ووكر، 20,000 كتاب. حقق رجل الأعمال جاي ووكر شهرة بفضل مكتبته الشخصية اللي بتضم 20,000 كتاب، وهي جناح في منزله بمدينة ريدج فلاد الأمريكية، يطلق عليه تاريخ الخيال الإنساني. مايكل جاكسون، 10,000 كتاب. كان جاكسون في حياته دائما التردد على المكتبات في لوس أنجلوس، ويحب الشعر ولا سيما قصائد رالف والدو إيمرسون. وبعد وفاته قال محامي بوب سانجر إنه عدد الكتب اللي جمعها وصل ل10,000 كتاب. إرنست هيمنجواي، 9,000 كتاب. الروائي الأمريكي البارز إرنست هيمنجواي مؤلف رواية العجوز والبحر، وكان دائماً ما يضيف لمكتبته ما يقرب من 150 إلى 200 كتاب سنوي، وبعد وفاته كان عدد الكتب في مكتبته 9,000 كتاب، بالإضافة ل 800 أخرى في منزله بمدينة كي ويست. ويليام هارست، 7,000 كتاب. أنشأ هارست مكتبتين، الأولى في منزله بمدينة كينيدريم وضمت ما يقرب من 4,000 كتاب، والأخرى في مكتبه ضمت 3,000 كتاب. توماس جيفرسون، 6,448 كتاب. وفقاً لمكتبة الكونغرس، فإن جيفرسون أسس مكتبته الشخصية بعد ما أحرق البريطانيون العاصمة، وأسسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وباعها للكونغرس بمبلغ 23,950 دولار. نايجيلا لاوسون، 6,000 كتاب. مقدمة برامج حول الطبخ، وعادة ما تقوم بالتصوير في منزلها، فبيظهر خلف الكتب المتراصة على الجدران، وبيصل عددها ل 6,000 كتاب. هاري هوديني، 5,000 كتاب. عندما توفي الممثل والساحر الشهير في عام 1926، أهدى مجموعة كتبه الخاصة اللي بتضم كتب السحر والروحانيات والمسرحيات لمكتبة الكونغرس، وتزعم بعض المصادر إنها أكبر مجموعة كتب عن السحر في العالم. حنا أرندت، 4,000 كتاب. الكاتبة والباحثة الألمانية حنا أرندت بتضم مكتبتها الموجودة في جامعة بارد الأمريكية ما يقرب من 4,000 عنوان.